اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم احنا وعدناكم بفيديو طويل شويه عن مواصفات الكابتيفا ال24. زي ما انتم شايفين اول تغيير تم عليها هو المفتاح. المفتاح الاولي انتم فاكرين شكله كان عامل ازاي؟ هنا طبعا شكله بقى اشيك كتير واقيم كتير. ويلا بينا نشوف مواصفاتها من الداخل. اهلا بكم. زي ما انتم شايفين اول حاجه بنشوفها في الكابتيفا موديل 24 التغيير اللي تم عليها هو امامي طبعا الفرونت فيشيال الوش الامامي والجريل. الاضاءه بقت ال اي دي اخيرا. ال اي دي لايتس طبعا شغالين طول الوقت. ديزاين الاضاءات كله اختلف. سبويلر الامامي ده ارتفاع السياره. شوف كده كمان هنمشي واحده واحده. في كاميرا هنا تم اضافتها على الفول اوبشن بريمير كاميرا اماميه. شكل الاضاءه مره تانية. هنشوف هنا الالوي ويلز. ديزاين اتغير. السايز نفسه. رنجات 18 انش. 215 على 55 على 18. تمام. بنشوف كمان الجانب هنا. طبعا الكاميرا اضيفت على المراية الجانبية. شايفين. المولدنج تبع الباب. تم إضافة الخط الفضي أو الكروم اللي على الأبواب. ده شكل رياضي طبعا. شدات اللي على السقف زي ما هي. هنا شكل الخلفي كمان اختلف زي ما شايفين الإضاءة. حتى حركة الإشارات الأنيميشن ده وضيف عليها. إضاءة اللي دي ورا. هنا الشكل دول اكزوست خلفي. تمام. الاضاءه الخلفيه كمان ال اي دي شكلها اختلف كتير بقت احسن طبعا. هنشوف الشكل الخلفي. هنشوف هنا طبعا الدبه الخلفيه وحجمها. وحجمها ما اتغيرش. السياره اللي قدامنا دي 5 ركاب ففيها الستاره اللي بتغطي على الامتعه. 7 ركاب ما بيكونش فيها طبعا الستاره اللي هي اللي بتكفر ده مش موجود. انا بيكون في سيتين هنا ورا بيفتحوا وينزلوا عشان تكبر لك الدبه او الحجم في المساحه الخلفيه لو في معاك ركاب. من ورا تم تغيير كبير جدا او يعني الداخليه. هنا ده جلد لونه بيج. الاول كان بينزل اسود مع ازرق. كراسي لونها اختلف. ده قماش نوع جديد او كواليتي مختلف. ديزاين السيت شويه كمان اختلف. هنا بقت فيه فتحه بانوراما. الاول كانت فتحه عاديه ما بين ال 23 وال 24. ده التغيير اللي تم. استهلاك البترول. هنشوف الداخليه كمان. طبعا الباب ده احنا شفناه قبل كده موجود على ال 23 عادي. هنا كروم في ازرار اضيفت. هنا البارك اسيست الحسات. ده هنا المكيف التحكم فيه ان هو يكون زي اوتو بس بيكون اقوى دفع للمكيف. هنا اللي تم اضافه زر ليه. وهنا في كاميرات 360 كمان التحكم فيها بالزر هنا جنب المرايات. الستيرنج نفس الشكل الدي شيب. السيت اوتوماتيك زي ما احنا عارفين على البريمير. الاير باجز بقت اكتر عددا كانت 4 بقت 6. جانبي هنا موجود. تمام. هندخل نشوف شكل السياره من الداخل. حتى زر التشغيل شكله اختلف بقى اقيم. نشغل السياره ونشوف ايه اللي تم اضافته هنا. ده العداد. الشاشة بقت أكبر. شاشة العرض للديجيتال سبيدوميتر. تمام. دي المعلومات اللي ظاهرة عليها.
انا قفلت التكييف بس عشان الصوت. تمام، نشوف ايه اللي معروض كمان هنا على الشاشة. رينج تاير بريشر مونيتور. تمام، وبعدين الاختلاف اللي تم اكبر حاجة هي طبعا الشكل، الجير اختلف والشاشة زي ما انتم شايفين كل حاجة هنا التحكم فيها في المكيف من هنا على الشاشة. دي درجة الحرارة، اي سي ماكس، اي سي اوتو، تحكم في كل حاجة من هنا. الموت هنا، الزر، دي طبعا مواصفات الشاشة او الوظائف اللي جوه الشاشة. ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، يو اس بي، هنا التحكم في المكيف. ايه تاني، كله بتحكم فيه من الداخل هنا. هنا الكاميرات ال 360 زي ما انتم شايفين، هي كاميرات كلها اتش دي واضحة جدا. انا لسه مش على الريفرس، تقدر تتحكم ان انت تشغل الكاميرات وانت واقف في مكانك، مش لازم تجيب ريفرس يعني او تحط الجير على الرجوع. ده الهوم باتن، في ليزر هنا زي ما احنا قلنا داخل الشاشة. تمام، او الزر طبعا التاني موجود هنا. تمام، ونتحكم في الرؤى اللي موجودة قدام المراية الكاميرا. تمام، ده بتورينا كل اللي موجود. لو جبنا كده ريفرس هنا بتورينا اللي ورانا. طبعا هنا فتحة السقف البانورامية، الجلد هنا الديزاين اتغير، التابلو، الداشبورد، الهاند بريك الاوتوماتيك والاوتو هولد دول موجودين. تعال نشوف شكل الماكينة. ده شكل الماكينة من الداخل. الماكينة نفسها بس زي ما احنا قلنا اهم حاجة تمت عليها اداء وتحسين للاداء. السيارة كانت 1.5 4 سلندر توربو، 8 سرعات سي في تي اوتوماتيك جير زي ما هي فضلت، بس عدد الاحصنة بقى 143 والتورك زاد، كان 250 بقى 255، يعني كده استهلاك بترول اقل، عزم اكتر. تمام، تقدروا تيجوا تشوفوا السيارة وتجربوها كمان مع مهند 050-516-3525، وجاهزين لتعليقاتكم واستفساراتكم، وأهلا بكم.